ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما كان عليه كثير من الناس في سائر البلاد الإسلامية من تعظيم ليلة النصف من شعبان بالصلاة فيها، والأحاديث الواردة في الصلاة في نصف شعبان موضوعة مكذوبة، والأحاديث الواردة في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيفة لا تصح، وإن كان بعض أهل العلم حسنها، وهؤلاء الذين حسنوها إنما ذكروا الفضل فيها دون الصلاة، فأحاديث الصلاة شيء وأحاديث فضل ليلة النصف من شعبان شيء آخر. وعلى كل فإن الأحاديث لا تصح في هذا ولا هذا، لكن أحاديث الصلاة موضوعة، وأما أحاديث فضل ليلة النصف من شعبان فإنها ضعيفة. وهذه الصلاة صلاة محدثة أحدثها رجل من أهل نابلس كما ذكر المصنف هنا وغيره من أهل العلم، ففشت في بلاد الشام ثم انتقلت إلى أهل مصر، وكان أهل الحجاز أشد الناس نكيرا لها، فلم تكن تعرف في مكة ولا في المدينة، وحفظ الله منها المدينتين المقدستين في تلك الأزمان، وإنما انتشرت في البلاد الشامية والبلاد المصرية. ثم سعى من سعى من أهل العلم إلى إبطالها، فأبطلت بحمد الله عز وجل.